صراحة مش عارف شو اللي صار للناس. أنا من يومين ثلاثة رحت على المول أشتري شوية أغراض، وأنا ماشي بالمول مع العيلة حبيت أعمل حركة لطيفة، فحملت بنتي وحكيت لها I'm so proud of you، وأنت مزينة حياتنا، الله يخلي لنا إياكي. الناس طلعوا علي نظرة غريبة هيك، وكملنا مشي. بعد شوية وقفت هيك وحكيت لمرتي الله يخلي لي إياكي، أنت منورة حياتي، فعلا أنا مش متخيل نفسي بدونك، الله يخلينا لبعض. الناس هون اطلعوا علي يعني هيك كانوا بيحكوا لي أنت يعني أنت من كل عقلك. المهم بعد ما مشينا شوي شفت اثنين كانوا بيحكوا مع بعض فقربت منهم، فواحد فيهم كان بيحكي للثاني زمان عنك والله ليش ما بنشوفك يا زلمة. فدخلت بيناتهم هيك وحكيت لهم الصداقة لا تعوض، حافظوا عليها، وأعطيتهم لايك. يعني مش حاب أحكي لكم كيف كانت ردة فعلهم، صراحة حسيتها إشي احتفالي يعني عملوا علي عزومة يعني. وكملنا مشي. المهم بشوف زلمة ومرته هيك كان بادي عليهم التوتر، فقربت منهم فسمعت الزلمة بيحكي لمرته يمسكي الولد بلاش يكب الأغراض عن الرف. فحكيت لهم الأطفال زينة الحياة الدنيا، حافظوا عليهم، الله يخليكم لبعض قلب. يعني هون أنا جد مش عارف، مش متذكر صراحة بعديها شو اللي صار، بس أنا اللي بتذكره إني طلعت من المول كان في 4-5 مستنيين بدهم يقتلوني على الباب، وفي ناس قدم فيي شكوى. مش عارف ليش الناس تغيرت ولا إحنا مش عايشين هيك. هو إحنا فعلا مش عايشين هيك؟ مش إحنا هيك عايشتنا؟